السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور عينة أديرة بنت رسلي. إن شاء الله في هذا اليوم سأشارككم عن الذنوب والمعاصي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد أمر الله تعالى عبادتي بطاعته وحذرهم من معصيته، وبين جل وعلا في كتابه ما حصل للمجاهرين بالذنوب من العذاب والنكال، وحذر صلى الله عليه وسلم من عاقبة الذنوب والأثام وقطرها على فرد والمجتمع. ولقد أصبحنا في الزمن تساهل في البعض بالذنوب والمعاصي، وأصبح من أبناء المسلمين ونسابهم من يجاهر بالذنوب والمعصيات، وكان شيئا لم يكن منهم من يستهين بالذنوب ويدمن على معصيات على علام العيوب. فترة يحضر وينشر ويدعو لأماكن فسق والمجونة، ويبارز الله بالمعاصي والأثام. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاقبة المجاهرة بالذنوب فقال: كل أمتي معافي إلا المجاهرون. للذنوب والأثام أثار وقيمة وعاقبة سيئاته على الفرد والمجتمع. أولا، من أثار الذنوب والمعاصي على المجتمع أنها تحدث في الأرض أنواعها من الفساد في الماء والهواء والرعوم والثمار وغيرها. من شؤون الحياة قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثانيا، من أبرز الأثار للذنوب والمعاصي على المجتمع أنها من الأسباب الجالية لسخط الله وقلول عقابه، كحدوث الزلازل المدمرة والأعاصير القاصفة والحروب الطاحنة والأمراض الفتاكة. فالمعاصي تزيل النعم وتهل التقام. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثالثا، من أثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن العاصي لله ولرسوله يصيبه ذل في الدنيا والآخرة، لأنه قتل صلاته بالعزيز والمعز وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذل ختم مغتوم على من عصى وأقام على الذنوب. رابعا، من عقوبة الذنوب والمعاصي على الفرد أنها سبب في حرمانه من الرزق، فالرزق كما تعملون من الرزق العليم، وبقدر طاعة المسلم لمولاه جل في خلاه بقدر ما يرزقه ويبارك له في رزقه. وكما أن الإيمان والطاعة والاستغفار أسباب الشريعة لبركة الأرزاق، فإن المعاصي والأثام تمحق بركة الأعمار والأرزاق.